هذه المشاهد تأتيكم من وسط مدينة خان يونس، حيث منطقة مفترق بناية جاسر التاريخية المعروفة. وكما تشاهدون في الأمام شارع البحر، هذا الشارع وواجهة مدينة خان يونس المعروف بحيويته وتجارته والمحال الموجودة به في أكبر مدينة من حيث المساحة الجغرافية في قطاع غزة، والمدينة التي تعد واجهة حضارية. هذه المشاهد للدمار الكبير الذي خلفته القوات الإسرائيلية حينما دخلت مدينة خان يونس. كما تشاهدون انسحب الجيش بشكل جزئي إلى المناطق الشمالية الغربية، لكن الصورة هنا تظهر هذه المشاهد الموجعة حقيقة لوسط مدينة خان يونس. وطبعا هذه الصورة هي واحدة من جزء بسيط من دمار كبير في كامل أحياء مدينة خان يونس. نشاهد هنا شارع البحر، هذا الشارع المعروف حقيقة لا تستطيع أن تعرف معالم المنازل والمناطق. كما تشاهدون منازل مدمرة عن آخرها، مشاهد موجعة لأصحابها ولكل من يشاهد هذا المكان الذي كان عامرا بالتجارة والحيوية وكل شيء، هذا الشارع التاريخي والمعروف. هذا جزء يسير من خراب ودمار كبير خلفته الآلة الإسرائيلية والقوات التي دخلت هذه المناطق من مناطق مدينة خان يونس. من وسط مدينة خان يونس، أحمد البطة، التلفزيون العربي.